الى موضوع اخر الان اعلن المدير العام للغابات عبد القادر يطو انه تم احصاء ازيد من 150 حريقا منذ شهر جوان المنصرم مست اكثر من 28 ولايه لتخلف العديد من الخسائر المعتبره على حساب الغطاء النباتي والاشجار التصريح رصده احمد بوطاف خلال شهر جوان كانت فيه يعني خسائر ولو انها ما كانتش يعني معتبره ولكن تبقى يعني تبقى هي خسائر لانه سجلنا كان فيه 63 حريق على مستوى الفضاءات الغابيه المتواجده اللي مست 28 ولايه يعني 28 ولايه لحد الان تمست من خلال انطلاق الحرائق، حرائق الغابات. المساحه الاجماليه كانت تقدر بحوالي 780 هكتار، من فاتح جويليه الى 8 جويليه سجلنا خسائر تقدر ب 417 هكتار، بعد ما تسبب فيها 87 حريق. كما اعتبر ان العامل الرئيسي للحرائق المسجله يعود بالدرجه الاولى للعامل البشري داعيا كل المواطنين والفاعلين لتكثيف النشاط وتوحيده للتقليل من هذه الحرائق خلال هذه الفتره من موسم الاصطياف الحريق يكون الانسان هو اللي يتسبب فيه الانسان يعني بطريقه مباشره او طريقه غير مباشره المواطن يلعب دور كبير لانه في معظم الولايات في معظم الحالات اللي حرائق الغابات المواطن يلعب دور كبير لانه في 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 معظم الاحيان هو اللي يمد المعلومه وفي غالبيه الاحيان يشارك يشارك يعني تطوع التطوع تاعو من خلال عمليه مكافحه الحرائق ويعطي يد المساعده